يريدون تفريغ موقع الرئاسة من القرار وقيادة الجيش من الكفاءات، هذا ما أشار إليه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون عقب اجتماع التكتل الأسبوعي في الرابية. عون الذي قال إنه لم يقل يوما بأنه يريد تعيين صهره العميد شامل روكوز قائدا للجيش، لفت إلى أنه مع تعيين قائد للجيش وإزالة الموجودين بطريقة غير شرعية. معكم خبر انه كل توقيع قائد الجيش بينطعن فيه وعم يرتكب مخالفات لانه منه شرعي، تعيينه منه شرعي. تعرفوا هيدي؟ 500 عميد ما بيطلع منه قائد؟ حلوه للجيش. وشدد عون على ان التمديد ممنوع وان كل الاجراءات موجوده ومتاحه. حلفائكم جنرال، حلفائكم قالوا شو بدك بحلفائنا؟ قالوا بيمشوا بالتعيين. يا اخي يا اختي يا حبيبة قلبي، خلص انا هيدي قراري، ما تسأليني عن غيري، غيري يا بيمشي معي يا بيمشي ضدي، هيدا قرار تكتل تغيير والإصلاح. ما أعبلك أخذته بالتشاور مع حدا. أخذته، وأنا إلي موقع بالسياسة اللبنانية. مثل ما الناس بتتركني فيه اتركها. إنسان بيمشي معي فيي امشي معه. لأن خلص مثل ما بيقولوا شو؟ بلغ السيل الزبا ما شو؟ إيه خلص. طفح يعني الكيل بنقطة. تتركون يعني؟ خلق هلا جيب بتر شو عم تعني معي تحقيق؟ وأشار عون إلى أن كل ما يحكى عن موضوع التعيينات غير صحيح، لافتا إلى أن الدولة في حالة انهيار، فهي اليوم هيكل عظمي دستورها سقط وقوانينها سقطت.